السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غيكون بخصوص 171. إذا نبدأ على بركة الله. إذا جولي جيكخي أقرأ وأكتب، أقرأ وأكتب. إذا نشوفوا التمرين 16 كيطلبوا منا. كوش سوكيا لو ميم سونس كو لا فراز دو تكست. إذا أضع علامة على اللي عنده نفس المعنى ديال هاد الجملة هادي اللي كاينة في النص. هاي الجملة اللي كاينة في النص كاينة في لالين جوج اي تخوا، إذا لالين دو اي تخوا ما بين السطر الثاني والثالث. نقراوها. Nous avons séjourné dans un bel hôtel. Nous avons séjourné dans un bel hôtel. إذن نحن أقمنا في فندق جميل. نحن أقمنا في فندق جميل. غادي نشوفوا شكون هي الجملة اللي هنا عندها نفس المعنى وغادي نديروا عليها علامة. Nous avons décoré un bel hôtel. يعني نحن زينا واحد الفندق جميل. Nous avons logé dans un bel hôtel. يعني نحن كرينا ولا اكترينا ولا سكنا في واحد الهوتيل اللي هو جميل. Nous avons pas un bel hôtel. نحن سبغنا يعني واحد الفندق جميل. إذا شكون هي اللي عندها الجواب الصحيح؟ إذا هي Nous avons logé dans un bel hôtel. إذا هذا هو الجواب الصحيح. إذا نديرو عليه علامة. وهذا بخصوص هاد بيل اوتيل، بغيت نعطيكم واحد الإشارة هنايا. أن مثلا نتوما كتشوفوا بيل وهذا اوتيل، يعني ما يمكنش تكون هذا ماسكولين وهذه فيمينا. كيفاش؟ إذا في هاد لادجيكتيف كاينة بو، كاينة بيل، ياك؟ مزيان. دابا الا درنا بو اوتيل كيتلقاو لينا دو فوايل. فاش كيكونوا دو فوايل ما يمكنش لينا اننا ما كيتلقاوش لينا دو فوايل اصلا، عمرهم ما غيتلاقاو. دونك كنديروا هاد بيل هادي باش اننا نحيدوا داك اللبس ونخليو هكا ما يتلقاوش لينا دو فوايل. اذا كتولي لنا ان بيل اوتيل. كنزيدوا هاد بيل، نزيدوها للقاموس ديالكم بيل. ندوزو للتمرين رقم 7. إذا التمرين 7 اش كيقول؟ Recouper le texte en remplaçant chaque dessin par les mots correspondants. قال لك أتعاود كتابة النص بتعويض الصور. إذا عندنا هنا مجموعة من الصور غنعوضوهم بكلمات المناسبة. إذا غنبداو على بركة الله. غنبداو دون دي، دون، غنبداو نكتبو دون دي. شناهوما هادو؟ لاحظتو دون دي باسان. إذا باسان دوك يتسماو دي باسان، دي باسان دون دي باسان، يعني في هاد لي باسان هادو بحال بيرك صغيرة. دي باسان ناتوغيل، ناتوغيل فيركول. إليافي دي بتي، يتواجد هناك. إليافي، إليافي فالمسقى، إليافي دي بتي. شنو هما هادو؟ دي بوتي بواسون، يعني اسماك صغيره، كيتواجدوا اسماك صغيره. دي بوتي بواسون، بواسون. سي تان سبيكتاكل، يعني هو واحد ال سي تان سبيكتاكل، سي تان بحال فيستيفال. سي تان سبيكتاكل، سبيكتاكل، سبيكتاكل مانيفيك، رائع، مانيفيك. بوان سو ليو، اذا هذا المكان سو ليو اي سيتوي نيجا ولا موقع بري قربة دو فيلاج، دو فيلاج يعني فواحد هاد الفيلاج، يعني واحد القرية ولا فيلاج سميتو إيميلي، إيميلي. إذا هاي راه مكتوبة عندنا هنايا إيميلي، إمليلي، عفوا إمليلي. هاد الفيلاج سميتو إمليلي. دابا هنا اش غادي نديرو؟ بوان إل فو، يجب علينا فو لوي، لوي ان، خصنا نكتاريو ان. شنو هادي؟
un 4 4 4 4 et on va dire 4 fois 4 4 fois 4 4 4 pour y aller باش نمشيو ليه خصنا نكتريو هاد بور اي الي باش نمشيو ليه خصنا نكريو هاد الكات كات هاد. نعاود قراءة النص. Dans des bassins naturels, il y avait des petits poissons. C'est un spectacle magnifique. Ce lieu est situé près du village Imlili. Il faut louer un 4x4 pour y aller. إذن هذا هو petit texte. إذن غندوزو للتمرين رقم 8. شكون يقولنا في التمرين رقم 8؟ Trouve أوجد le nom اسم des lieux. أوجد اسم الأماكن. Visiter la tisortaha par le petit garçon ou la tisaraha afwan la tisaraha had tifl sagher entoure li yani had tifl sagher zar mjmoua men el amakin hna ghadi nqrawha w ndourou عليها yani ndirou عليها ndourou عليها bhal haka entoure entoure hiya ndour dana ghanbdaou baول ism ghaba dana zar ghaba dan non ma zarch ghaba إمليلي إذا زار إمليلي فعلا زار إمليلي إذا ندورو ليها الداخلة إذا زار الداخلة لوزو دو تمارا لوزو دو تمارا حديقة الحيوانات ديال تمارا إذا ما زارهاش لا بلاج دو بورتو ريكو إذا زار لا بلاج دو بورتو ريكو إذا حتى هو غندورو عليه هاد القرار. إذا هذا فيما يخص التمرين رقم 8. إذا نمرو للتمرين رقم 9. اش كيقول التمرين رقم 9؟ Remplace يعوض لي مو سوليني اذا عندنا مجموعه من الكلمات اللي مسطرين عليها غنعوضوهم باش par leur contraire يعني غنعوضوهم بالضد ديالهم بالكونتخير ديالهم اي اكري لي فراز اذا ها هما لي كونتخير يعني العكس ديال هاد الكلمات اللي مسطرين عليهم اذا حنا غنكتبوا الجمله وغنعوضوهم بهاد الضد اذا غنبداو لو طون ايتي يعني الوقت لو طون ايتي عندنا هنايا اولا بعدا ديتيستي بلو فيو بيتيت ديتيستي بلو فيو بيتيت اذا ديتيستي هي كنكره كنكره شي حاجه اكره شيئا ما اذا ديتيستي بلو فيو هي مونتير بيتيت هي صغيره اذا لو طون ايتي هنا عندنا انسولاي يعني مشمس اذا شنو غيكون الضد ديالو هي بلوفيو مونطير بلوفيو 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 اي لا بلاج وشاطئ وشاطئ اي لا بلاج اسي غراند اذا الضد ديال غراند هي كبير بيتيت بيتيت اذا غنديرو جي ايمي هنا عندنا جي ايمي حنا ما غاديش احببتو ولا اذا جي ايمي ما غاديش تكون اذا جي ديتيستي كرهتو ديتيستي ديتيستي سو فواياج سو فواياج بوان ا لا فان دان سو فواياج نعاودو القراءه ديال الجمله الاولى والجمله الكونتخير ديالها او الضد ديالها لو طون ايتي انسولاي Et la plage assez grande. J'ai aimé ce voyage. Le temps était pluvieux. Et la plage assez petite. J'ai détesté ce voyage. Il a détesté la maxime de l'Ahmar. Il a détesté la maxime de l'Ahmar. Il a détesté la maxime de l'Ahmar. Il a détesté la maxime de Reconstitue. Il a détesté la لا فراز يعاد تكوين هاد الجمله هادي بوي ريكوبيلا وعاود اذا هنا عندكم خربقه اذا تعاودوا تكتبوها مع الترتيب ديالها ايد طوا دو تيكست اذا تساعد بواسطه النص اذا بواسطه النص غنعاودوا نكتبوا دائما قلت لكم في هاد القضيه هادي كنبداو بالماجيسكول وكنسالي بالبوان اذا شنو هي الكلمه اللي عندنا هنايا باديه بالماجيسكول وقبل ما غادي نبداو نشرحهم لكم مودرن عصريه ايتي يعني كانت ولا اي وا ديكوري هي مزينه غروند كبيره دو فاسون بطريقه لا شومبر هو الغرفه اذا غادي نبداو نكتبوا هنا شكون اللي عندنا ماجيسكول اذا لا شومبر اذا لا شومبر اذا الغرفه لا شومبر
إذا كيف هي؟ إيتي، إذا لو فيرب خصنا ضروري لو فيرب مورا سوجي. إيتي، أها، إيتي غروند، الغرفة كانت كبيرة، غروند. إي، كانت كبيرة ومزينة، إي ديكوري، إي ديكوري. إذا درنا لا شومبر، إذا درنا لا شومبر، إيتي غروند إي ديكوري. إذا هنا دو فاصون، بطريقة دو فاصون دو. De façon idan moderne moderne bitariqatin asriya point idan hadi hi el jumla idan la chambre était grande et décorée de façon moderne al ghurfatu kanat kabira w muzayna bitariqa asriya idan hada huwa el jawab el sahih mushahidi el kiram إلى هنا كينتهي الفيديو ديالنا ديال صفحة 171. كنشكركم على حسن تتبعكم، ما تنساوش تعاونونا ولا تشجعونا ودعمونا بلي لايك وأيضا بالتعليقات ديالكم. إلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.